خلال الساعات اللي فاتت تصدرت سيدة النعناع زي ما اتشهرت صفحات السوشيال ميديا، وبقت كمان كانت يمكن ترند على تويتر، كل الناس تعاطفت معاها، ناس كتير قررت ان هي تساعدها، الناس كتير كانت يعني بترمي اللوم على اسرتها في ان هي ازاي سابوها كده بطفلها وان هم تخلوا عنها. لكن في رواية تانية، الرواية هي الحقيقية غير اللي هي قالته تماما، الرواية ان اسرتها يعني بيموتوا في اللحظة ألف مرة ان هم مش عارفين مكانها فين سنتين وهم بيدوروا عليها، لدرجة ان هم يعني رصدوا مكافأة مالية ضخمة 150,000 جنيه عشان يقدروا يوصلوا لمكانها ويقدروا بس يطمنوا عليها. والدتها بتبكي للنهار علشان تقدر ان هي تطمن عليها، هم محتاجين يوصلوا ليها. مجرد ما وصل لهم يعني الفيديو بتاعها وعرفوا ان هي موجودة وان هي على قيد الحياة، تواصلوا مع المؤسسة اللي اخدتها علشان خاطر يقدروا يرجعوا بنتهم لحضنهم تاني، لكن المؤسسة رفضت ان هي ترجعهم ليها مرة تانية. احنا معانا والدها وهيقول لنا بالظبط التفاصيل. والدها طبعا كل اللي هو محتاجه ان بنته ترجع لحضنه تاني، وهو متكفل بيها وبطفلها ومستعد ان هو يمضي على اي تعهد ان هو يعني يحافظ عليها او محدش يتعرض ليها او يأذيها لما ترجع ليهم. احنا معانا والدها وهنعرف منه القصة بالظبط. اسمي ناصر شحاتة جمعة، من الفيوم، قرية العزب، بنت اسمها نعمة. خرجت يوم 6/6/20 أيام الحظر أيام الكورونا، وعملت محضر في مركز شرطة الفيوم برقم 27/86 على 19 أحوال، وتعرضت فيه على النيابة وقالوا إن احنا ندور لك عليها، وخدنا محلول الدي إن تي أنا والدتها على ان نلقى جثث. ورحت 4 مستشفيات، مستشفى الفيوم العام ومستشفى الطمية العام، على ان نلقى جثة بنتي ما لقيتهاش. قالوا الشيوخة والدجالين، رحت خربت يعني بات خرب في حكاية الدجالين، صرفت اكتر من 200,000 جنيه على الدجالين، يقول لك عايشة وهتاجي وزي الفل وما فيهاش اي حاجة. فلما واحد جه من جيراننا جاب صورتها النهاردة بالفيديو، قالوا هي دي نعمة بنتك؟ والدتها قالت ايوه هي دي بنتي، واختها قالت بنتي، وانا متاكد ان هي بنتي، بس الكلام اللي هي بتقوله ان هي اسمها منار، لكن هي اسمها الحقيقي نعم. واختها يعني خرجت كليه قمه، واختها الثانيه خرجت تمريض، وهي كانت في التمريض، سابت معهد التمريض ومشت يعني في سنه ثانيه معهد. سالت عليها في المعهد مرتين ثلاثه، غياب غياب، حتى في الامتحان غياب. مش عارف انا اعمل ايه يعني، وانا متعهد بيها برعايتها واللي معاها، واعرف هي بس هي ولا مش هي، واجيبها لبنت لبيتي وحضن. احنا ما بنمشي ولا ليل ولا نهار، ولا انا ولا عمامه ولا اي حد من الاسره خالص. طب يعني هي كانت في مراحل دراستها لما هي مشيت؟ ايوه كانت في معهد التمريض، داخله معهد التمريض مستشفى الفيوم العام. طيب انت خلال الفترة اللي فاتت دي فعلا رصدت مكافأة؟ صرت 150,000 جنيه اللي يدلني عليها او يقول لي هي فاه. ما قدرتش توصل ليه؟ ما وصلتش لاي حاجة. لفات محافظات الجمهورية كلها، والمراكز الفيوم مركز مركز، والدجالين كلهم رحت لهم، مفيش اي حد دلني عليها. طيب شفت الفيديو بتاعها ازاي؟ واحد من جيراننا جاب الفيديو وقال لك بنتك اهي، اسمها باعت نعناع، بتبيع النعناع فاني حتة في مصر ولا في القاهرة ولا في الجيزة ولا في فاني بلد مش عارف. فلما اتصلنا بيهم قالوا بقى ان هي راحت دار في المهندسين، ودار المهندسين مش عايزين يتعاونوا معانا ولا يقولوا هي بنتك ولا مش بنتك. طب هي بتقول ان يعني انت منفصل عن والدتها؟ والدتها معايا، دي بنت خالي يعني، ابويا خال والدها الله يرحم الاثنين، يعني مش منفصلين ومتجوزين بقالي يعني انا متجوز بقالي 30 سنه ان شاء الله. متجوز بقالي 30 سنه مش عارف انا اعمل ايه. طب انت لما شفتها في الفيديو يعني قلت بنتي الشكل بنتي وعينيا والمناخير بتاعتها بنتي، وامها قالت دي بنتي برضه. واعمل بقول لك استاذ، اقول له نزل الصوره على الجمعيه. يعني انتوا كلمتوا الجمعيه؟ تواصلتوا؟ تواصلنا، مش عايزين يقولوا، بيقول لك اسمها منار وبنتي اسمها نعم، نعمه ناصر شحاته من الفيوم قريه العزب معهد التمريض ومستشفى الفيوم العام. والجمعيه مش عايزه تتعاون معايا ولا تقول لي ان هي بنتك ولا مش بنتك، وكاتبين اسمها منار. وهي
وانا بناشد وزاره التضامن السيده الدكتوره نفين الجام للموضوع ده عشان تحميني من المواضيع دي. واجيب بنتي واللي انتوا عايزينه عليه، خدوا تعهدات، ما حدش هيمد ايده عليا ولا حد يعرف ولا حد يتكلمها خالص. بتنام وهي مش يعني ما بنامش، والله ما بنام، والله ثلاثة ما بنام ولا بروح شغل، يعني يوم في الأسبوع بروح شغل مش لاقي مكان إن أنا أتحرك فيه. يوم في سنورس، يوم في طمية، يوم مستشفى العام، يوم مستشفى طمية المركزي، جثث أشوف جثث مش لاقي بنت فيهم. وكذا واحد بقى يجي البيت يقول لك بنتك في الحته الفلانيه. انا رحت مره الطلبيه، مره رحت فيصل، مره رحت جرزه، مره رحت مركز الصف في الجيزه، مره رحت اهناسه في بني سويف ومركز الواسطه، لفات الدنيا مش لاقي لها حل ومش لاقي حل، مش عارف انا اعمل ايه. دلوني. انت متكفل بيها متكفل بيها وباللي ابنها واللي معاها، واعرف بس هي عملت يعني سابت الدنيا كده وسابت تعليمها وسابت ده كله ليه؟ عشان ايه؟ في قال في دماغها. وجبت لها شيوخه في البيت مرتين ثلاثه، مش عارف انا اعمل ايه. دلوني اعمل ايه؟ يعني كنت بتعملها بعنف؟ ابدا، عمري ما حصل. هي زي اختها الاثنين التانيين، انا معايا ثلاث بنات زي بعض، مفيش فرق بين دي ولا بين دي ولا بين دي. طيب يا جماعه، حد ممكن بس حد يجيب لنا البطاقه بتاعتها وصوره ليها؟ لان في ناس في التعليقات بتقول طب اثبتوا لنا ان هي، واحنا نساعدكم ان هي تبقى. هات المحفظه ولا البطاقه. طب احنا ممكن ناخدك للدار اللي هي موجوده فيها؟ اروح معاك، اروح استلمها وخدوا عليها التعهدات اللي انتوا عايزينها، بس اخد بنتي في حضني. ما بنامش، ما بنامش والله العظيم، ما بنام ليل ولا نهار، ولا عارف اروح شغلي ولا عارف اكل ولا اشرب. احنا منتظرين الصور بتاعتها وصورة البطاقة بتاعتها. البطاقة في المحفظة. ثواني يا جماعة، احنا هنجيب لكم اثبات الشخصية بتاعها وهنجيب لكم صورة ليها كمان. البنت فعلا يعني اهلها عملوا المستحيل عشان يلاقوها، ابوها ما سابش مكان ما دورش فيه سواء في محافظه الفيوم او بره محافظه الفيوم. البنت متغيبه عن البيت بقالها 19 شهر لحد دلوقتي. طبعا يعني هي تزوجت، اهلها ما كانوش يعرفوا ان هي تزوجت لان هي طبعا سايبه البيت بقالها سنتين. هي دلوقتي معاها طفل، تزوجت ومعاها طفل. ابوها كل اللي هو عايزه ان هي البنت ترجع وان هو يطمن عليها، هو ما عندوش مشكله انه يسامحها ان هي اتجوزت من غير ما يعرف، ومتكفل بيها وبابنها ويرفع القضيه على جوزها. هي بتقول انا عايزه محامي يتكفل، والدها بيقول ان هو هيجيب محامي يتكفل ويخلص كل المشاكل بتاعتها وترجع وسط اسرتها مره ثانيه.